السلام عليكم. دلوقتي هنشوف السيلو ده شبه البلوك في الاوتوكاد، فهروح لانوتيت واقول له سيل وهبدأ اختار سيل. مفيش اي سيل هنا، فتقدر تيجي هنا وتقول له اتاش فايل وتختار ملف هيكون ابتدى سي ال، او تقول له اوبن تفتح ملف معين او اتاش فولدر، او ممكن نقول له مثلا سيل انوتيشن بدأ يجيب لي كل الانوتيشن بالشكل دوت. طيب نقدر نعلم عليه ونقدر ندوس عليه ونقدر ندخله معانا في الملف بتاعنا هو بالشكل ده. طيب ممكن البريك لاين دوت عايز ابدأ اعدل فيه. طب لو دوست رايت كليك هتلاقي بلاي سيل بيديك الامكانية تعمل له ادراج في الملف بتاعك. ممكن تقول له open for edit فيبدأ يفتحه لك بالشكل دوت عشان تقدر تعدل فيه. ولكن مثلا نعمل تعديل بسيط، ان انا هروح لي هوم واقول له اعمل لي سمارت لاين من هنا لهنا. ونعمل له سيف، وبعد كده نرجع للمشهد اللي فات. بالشكل دوت هتلاقي ان هو ظهر معايا بحاجة جديدة، بحيث ان انت لو قلت له ان انت عايز تتحمل يظهر معاك بالشكل دوت.